اعترافات إيمان. أقر إن المسيح حي في كل نسج في كياني مغمور في حياة الله. أنا مقوى بروح الله في الإنسان الباطن لأفعل مشيئة الآب في كل وقت. أنا في تزامن مع مشيئة الله وشبابي يتجدد كالنسور. أرفض أن أكون عقيماً في فكري، ولكن أفتح قلبي وفكري لأفكار جديدة وابتكارات من روح الله. الله هو الذي يعمل فيا لكي أريد أن أعمل رضاه. أنا ممتلئ إلى كل ملء الله، ولا يوجد شيء يستطيع أن يوقفني في هذه الحياة. هللو، كلمة الله صارت مركز حياتي وقد صارت بهجتي. أنا مفعم بالحياة ومنتعش كل يوم بالكلمة والروح. أنا مزود مطعم مبني وأتغير بروح الله والكلمة للأعمال الصالحة. أنا متحد بالرب وقد صرت روحاً واحداً معه، لذلك أنا مقدس بالكامل، غير مدان روحاً ونفساً وجسداً حتى مجيء الرب. مبارك الله.